بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام عبر أثير إذاعة الرياض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد. نسعد كثيرا نحن طاقم العمل بالتحية والترحيب لكم مستمعين الأفاضل من التنفيذ والإخراج عبد العزيز الجبر، ومن الإعداد بندر الهاجري، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيا. أهلا بكم. رسمت رؤية 2030 ملامح صناعة الطيران بالمملكة من خلال اعتمادها على تعزيز الصناعات القائمة على التقنيات الحديثة، حيث يعد الطيران اليوم ركيزة أساسية لنجاح قطاعات عدة مثل السياحة والترفيه والتجارة والأعمال. للحديث حول هذه المواضيع يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة رئيس مجلس إدارة جمعية الطيران السعودي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مشعل بن سعود. أهلا وسهلا بك سمو الأمير، ونشكرك على قبول الدعوة. أهلا وسهلا فيك، الله يحييك ومسي عليك وعلى السادة المستمعين بالخير، وأشكر لكم استضافتكم هذه، وكان لي عظيم الشرف أني أكون على إذاعة غالية على قلوبنا كلنا إذاعة الرياض في برنامجكم المميز بعد. الله يبارك فيك. خلنا نستفتح بالحديث عن واقع صناعة الطيران في المملكة حاليا. بالنسبة لواقع صناعة الطيران في المملكة حاليا، لا وشي لابد أنه نعترف بقصور شديد في هذا المجال. أكثر من مرة تطرقت له في صناعة الطيران كصناعة، وعشان نكون دقيقين أكثر لازم نعرف مفهوم الصناعة في أي قطاع. مصطلح الصناعة طبعا لا يعني الحرفة المهنية فقط والمصانع العاملة اللي هو المفهوم الدارج دائما بين العامة. مصطلح صناعة الطيران هو أكثر شمولية من هذا المفهوم، أو أقصد كمصطلح صناعة. صناعة الطيران تعني ثلاث محاور رئيسية في أي قطاع. أول حاجة المخرجات التأهيل والتدريب، أنشطة مؤسسات المجتمع المدني ونقابات الأهلية، الأبحاث والدراسات، وهذه كلها محاور تقريبا شبه معدومة إلى وقت قريب. يعني ما هو ما تم دعمها بالشكل المناسب، لكنها نوعا ما بدأت تتبلور بعد رؤية 2030 المباركة وتتضح معالمها. لذلك واقع الطيران في السعودية لو أسقطناه على دولة أخرى لأصبح واقع ناجح ويحتفل بإنجازاته، لكن في السعودية لا يزال ضعيف، والسبب أن السعودية كبيرة مساحة ومكانة وطموح، فواقع الطيران لا يليق بهذه الاستحقاقات طبعا. نعم. طيب صناعة الطيران وفق رؤية 2030 هو ما تذكره يعني في حيكون في المستقبل التركيز على هذه المفاصل، هذه المحاور التي تعتبر يعني ربما متأخرة نوعا ما، فالرؤية تدعمها بشكل كبير، صحيح؟ صحيح، نعم ما في شك. يعني خلينا نأخذ محاور الصناعة الرئيسية الثلاثة اللي تكلمنا عليها قبل شوي. أول شيء يعني نأخذها كمؤشر القياس الشامل عن واقع هذه الصناعة عندنا احنا. لو بدينا بمحور مخرجات التأهيل والتدريب، لازلنا حتى الآن عاني من جاب أو فجوة بين المخرجات التعليمية والمهنية وبين حاجة القطاع الكوادر. إن وجدت الكوادر يكون من الصعوبة عليها إيجاد وظائف في القطاع. لما قلت لك أنه يعني بدأت تتبلور الآن وتنضج بعض الرؤى، يعني أنه في حراك في هذا المحور تقود الهيئة العامة للطيران المدني مشكورة، من ضمنه إعلان يوم أعتقد أمس أو قبل أمس، والله ماني فاكر الله يحفظك، لكن عن اتفاقية تدريب وتعاون بينها وبين شركات القطاع والجامعات. أحدها كان دبلوم إدارة الخدمات الأرضية بالتعاون مع جامعة المؤسس جامعة الملك عبد العزيز، وهذه خطوة إلى الأمام إيجابية في نظري أنا وفي نظر الجميع كلهم. ومن ضمن الخطوات أيضا لا ننسى البرامج الداخلية في الهيئة للإحلال والتدريب، ومخرجات يعني اليوم تعمل بكفاءة مثل برامج المراقبة الجوية، وأيضا شباب وبنات الوطن يقودون هذا المجال باقتدار واحترافية مطلقة. على فكرة وأخوك استحقوا عليها فعلا العديد من عبارات الثناء وشهادات الشكر، ويا ما اثنين عليهم لأنهم يستحقون حتى أكثر من هذا الثناء. أما محور مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية، هذا المحور يشمل الجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام وأندية الطيران. كل هذه الأطراف لا زالت ضعيفة،
وتمثل عبء حتى على قطاع الطيران، رغم اني انا راس مجلس اداره جمعيه الطيران السعوديه، لكن لا استثنيها من هذا الشيء، رغم الجهود المبذوله من قبلي انا شخصيا ومن قبل فريق العمل القيام بدورها الحقيقي. ممتاز. تبقى ضعيفه مثلها مثل اعلام الطيران وانديه الطيران. والسبب بحسب ما اشوفه انا بنفسي هو عدم وجود رؤيه داخل القطاع. حلو. باهميه هذه الاطراف واهميه ايضا تطويرها ودعمها. الكل يعتقد انه المجال ضيق ولا يحق لاحد التواجد فيه، بينما انه مجال الطيران اكبر بكثير وبحاجه، يعني بدل وسيله اعلام الى 10 وبدل نادي الى 100. غياب الرؤيه التكامليه هذه احد اسباب ضعف هذا المحور، لكن على الاقل له وجود ملموس بعكس المحور الاخير اللي هو محور الابحاث والدراسات. جميل. على سير الحديث عن الأندية الخاصة للطيران، أنت تشوف أنها ما تلبي يعني المتطلبات الموجودة من قبل الناس واللي عندهم شغف الطيران، ما تلبيها عدد هذه الأندية أو حتى نوعية الأندية؟ سؤال جميل جدا. أنا قلت لكم المفروض في السعودية ما يقل عن 100 نادي طيران. المعلومة اللي البعض قد يستغرب منها أنه ما عندنا في السعودية، في المملكة العربية السعودية، إلا نادي طيران واحد. واحد نعم، ويصفق بيد واحده اللي هو نادي الطيران الموجود بالثمامه في الرياض. وقد يكون في بعض الانديه اللي تم تاسيسها بمجهودات شخصيه من بعض الافراد، ويعني انديه متواضعه وتحتاج الى دعم لتكون يعني عشان تكون كيان كامل الاركان، بغض النظر عن النادي وهل له انجازات او لا، لكن حتى لو كانت انجازاته تفوق التوقعات يبقى ضعيف كونه الوحيد في مجاله. ولن تنجح يا أخوي العزيز عبد الرحمن. نعم. صناعة الطيران ولا جهود نشر ثقافة الطيران في السعودية ما دام لا يوجد فيها إلا نادي واحد وبجهود متواضعة. ترى إحنا لما نتكلم نقول نادي واحد، ما نقول يعني أو لما نقول 100 نادي، لا ما نقول 100 نادي يعني 100 مطار ولا 200 نادي يعني 200 مطار، بالعكس المطار الواحد ممكن يضم له 60 70 80 نادي الواحد. صح. وهذه مثل الأندية هذه تحتاجها منطقة واحدة فقط في المملكة العربية السعودية. جميل. خلنا نتكلم عن الطيران الداخلي والسياحة الوطنية. طبعا جائحة كورونا بيّنت لنا وفتحت لنا أفق جديد في السياحة الداخلية إجبارا يعني على الناس. والحقيقة أنه وزارة السياحة كانت يعني على قدر المسؤولية بكل أمانة، وكانت استوعبت هذا العدد الضخم جدا من الطلبات يعني استهلاك السياحة الداخلية. لكن الطيران أنت شفت أنه موافق ويعني قدر أنه يستوعب هذه الطلبات ولا لا في ظل السياحة الداخلية؟ شفت عمرك، في أزمة كورونا اكتشفنا أنه شركات الطيران عندنا بعد عودة الطيران الداخلي طبعا استفادت أكثر من بعض دول الخليج والدول العربية والأوروبية، واستعادت جزء كبير ترى على فكرة من عملياتها وعافيتها برحلات الطيران الداخلي. السبب أن السعودية شبه قارة مترامية الأطراف في عبد الرحمن، وسوق النقل الجوي فيها متزايد ويستوعب كل شيء، ومع منع السفر الدولي زادت ترى على فكرة الرحلات الداخلية، والجميع يعرف الشيء هذا، مما عوض جزء من خسائر لا زالت تعاني منها خطوط جوية في دول أخرى. وكذلك زادت أرقام الإنفاق السياحي عندنا في الداخل. صحيح. حوالي تقريبا إذا ما كنت أعم حوالي 10% حسب على وزارة السياحة. أما هل الطيران يلبي حاجة لتنشيط السياحة الداخلية؟ أنا أجاوبك بكل وضوح ودقة وشفافية أقول لك لا، نهائيا لا يلبي. الطلب أكبر؟ نعم الطلب أكبر بالعدد. سمو الأمير، بالعدد أو بالكيف؟ لا شوف طال عمرك، هي ما تحسب بالعدد أو بالكيف. هي قد يكون بالأكاد أجزم أنه أحد معوقات تنشيط السياحة الداخلية هو اللي احنا نتكلم عليه الآن. العدد يعني تقصد أنت كعرض طلب؟ أي طبعا، لا أقصد عدد الرحلات أو حتى يعني جودة الطيران والطائرات والرحلات، وأيضا يعني قضية ترتيب الأوقات وما إلى ذلك. لا شوف طال عمرك، بالنسبة لترتيب الأوقات هذا موضوع آخر، لكن العدد شيء، والكفاءة الطيران عندنا ولله الحمد أنا متأكد من ناحية الجودة والكفاءة. أي. هذه أنا متأكد منها 100% وأبصم عليها أفضل من غيرنا بكثير وبمراحل. ممتاز ممتاز. والأعداد طبعا كثيرة، لأنه هذه لها جدولة ومعادلة خاصة في كل موسم تتجدول بشكل خاص. أي. أنا متأمل أنه يلحق بركب النهوض السياحي أنه مجال الطيران بأسرع وقت. يعني أنا أسمع أنه في أخبار عن تأسيس أساطيل النقل المروحي وغيرها من الجهود، لكن مع ذلك سيظل ضعيف
والسبب الاعتماد على الخطوط التقليدية اللي هو مثل النقل الجوي عندنا التقليدي. النقل الجوي في السياحة في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا مفهوم أوسع بكثير ترى على فكرة، عبارة عن مجرد خطوط طيران. صح. السفر الجوي جزء من تجربة المستخدم وجزء أيضا من ذكريات الرحلة، مثل تجربة السكن. حفرة في خطوط التقليدية يمشي ترى على فكرة هذا الجزء الممتع والتجربة السياحية الجميلة هذه. يا سلام. هذا غير أصلا صعوبة الوصول لبعض المناطق السياحية عندنا داخل المملكة بحكم اختلاف التضاريس، لا يمكن بسهولة الوصول إليها بالطرق التقليدية. حقيقة حديث جميل، ويعني أنا يعني قاعد أستحضر معك قضية أنه فعلا الذكريات السياحية يصير جزء كبير منها في الطائرة. صحيح. لما خاصة يعني مثلا في أوروبا أو شرق آسيا فعلا الطيران وانت تمر بين المناطق وتشاهد هذه مدينة إيش وهذه، والطائرة أصلا حجمها يكون صغير ومتقارب كأنه يعني كأنه مجموعة يعني رايحة رحلة جماعية، وحتى وأنتم كنتوا تتفرقون مجرد يعني نزولكم إلى أو هبوط الطائرة. خلني بروح المحور مهم جدا 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 وهو قضية المرأة السعودية والطيران. طبعا الفرص كاملة واعدة للمرأة السعودية في كل المجالات، ولكن عن مجال الطيران ماذا تقول سمو الأمير؟ شوف طال عمرك، تمكين المرأة السعودية في قطاع الطيران هدف استراتيجي، هذا الجميع متفق عليه. أول حاجة يجب أنه ينفذ وبتيرة متسارعة. في جلسة مجلس الوزراء حقت يوم الثلاثاء الماضي شدد مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على تمكين المرأة في المناصب القيادية وصناعة القرار في ظل دولتها. احنا لدينا كفاءات تلقى التعليم بجوده عاليه يا اخوي عبد الرحمن داخل المملكه وخارجها، وقطاع الطيران لديه حصه لا يستهان بها من الوظائف، حصص كثيره طبعا. وبشكل مهول. لا زالت مشغوله بكفاءات غير سعوديه، مع وجود كفاءات سعوديه ترى لا ينقصنا سوى التاهيل السريع والتمكين. صح. ومنح الثقه. نعم. عندنا تجربه المراقبه الجويه وهي تجربه يشار لها بالبنان، تم تاهيل وتدريب فتيات سعوديات على ابراج المراقبه والملاحه الجويه. اليوم في هذه اللحظة اللي أنا أتحدث معك فيها هناك فتيات من بناتنا وأخواتنا يديرون أجواء المملكة بكل اقتدار. ممتاز. ويتواصلون أيضا مع أبراج المراقبة ومع الطائرات ويجهونها بكل احترافية. وأنا يعني أنا عايشت الحدث هذا. جميل. أنا أؤكد لك أن المرأة السعودية من أكفأ الكوادر بما تلقت من جودة في التعليم والتدريب. وكل تجارب تمكينها ناجحة حتى اليوم في كافة القطاعات وقطاعات الطيران أحدها. ممتاز. وهذا لا يعني يجعلنا بعيدين عن الحديث عن الدراسة والجامعات. كيف شايف اهتمام الجامعات السعودية بالتخصصات الخاصة بالطيران، وكيف يمكن أيضا تطويرها للمستقبل بما أنه المتطلبات أصبحت اليوم أكبر؟ لا يوجد إلا جامعة الملك عبد العزيز المؤسس لديها قسم طيران متخصص في مجال الإدارة. ومع الدبلوم الجديد يعني سيعتبر تقريبا قبلة التعليم الجامعي في مجال الطيران، ولا ينافس أحد في ذلك، رغم أنه السوق ترى على فكرة بحاجة لأقسام أكثر سواء مهنية علمية. الجامعات والكليات والمعاهد كلها مدعوة للبحث مخرجات قطاع الطيران بشكل أكثر شمولية. فالمخرجات التعليمية اللي موجودة والمهنية لقطاع الطيران ترى ما هي محصورة فقط على تخريج كباتن طيارين أو ملاحين أو شيء من قبيل هذا. الطيران قطاع كبير أخوي عبد الرحمن وله تفرعات مهنية وعلمية وتقنية عديدة ومتشعبة. صحيح. عندي أكثر من محور حقيقة راح أناقشها معك وحاول أدرك الوقت، لكن خلنا نطلع فاصل قصير، بعدها راح نرجع نتحدث عن هذه المحاور في الحديث عن رؤية المملكة مع قطاع الطيران. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في برنامجكم أبعاد، وعنوان هذه الحلقة صناعة الطيران أزمات وفرص. ضيفنا الكريم هو صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مشعل بن سعود رئيس مجلس إدارة جمعية الطيران السعودي. أهلا وسهلا بك من جديد سمو الأمير. يا هلا والله وسهلا. كنا قد يعني توقفنا عند الحديث عن الدراسة وال يعني فتح مجالات الدراسة، لكن في مجال آخر قضية الاستثمار. الاستثمار محفزاته كثيرة جدا ولا سيما في مجال الطيران. أنت قلت كلمة قبل شوي قبل الفاصل إنه المملكة العربية السعودية شاسعة المساحات، يعني شبه قارة كبيرة جدا، فهذا يعطينا يعني دلالة إنه الاستثمار في مجال الطيران
يعني متاح وميدان كبير جدا، ماذا عن هذا الموضوع؟ أول شيء أقول الله يحفظك، أنا أدعو بكل وضوح للاستثمار في الطيران التقنيات وخدمات اللوجستية. شوف أنا أحط بين قوسين خدمات اللوجستية. الطيران لا يعني أنك أنت تملك طائرة أو خط الطيران، لا أبدا. الطيران صناعة ومحفظة مليارية مليئة بالآلاف من المشاريع والمنتجات المباشرة وغير المباشرة، وكلام هذا أنا تكلمته في تويتر قبل فترة. يعني على سبيل المثال أعطيك مثالين بسيطة. صيانة كرسي طائرة يكلف آلاف الدولارات، ولا يوجد عندنا مصنع متخصص في هذا الشأن. صيانة إطار لا يوجد، وغيرها كثير من الأمثلة عن فقدان حصتنا من المحتوى المحلي. وهذه ترى على فكرة الأسباب عديدة، لكن في ظل رؤية سمو سيدي ولي العهد حفظه الله، الأمل بالله ثم بما نراه من محفزات وحرص شديد على زيادة المحتوى المحلي، قطاع الطيران بيكون إن شاء الله بإذن الله واعد، سيخلق مئات بل مئات الآلاف من الوظائف. فقط زيادة مؤشرات الشفافية وتسهيل الإجراءات والخروج من دائرة التشريع إلى دائرة التحفيز. الهيئة العامة للطيران المدني بقيادة أخي الغالي الأخ عبد الهادي المصوري تقوم الآن بجهود مشكورة، لكنها تعاني من إرث تراكمي قديم مليان بالتحديات والتحولات أخوي عبد الرحمن. ومتطلبات المرحلة يعني في العجلة قاعدة تمشي بشكل سريع متسارع جدا للمستقبل والتطوير. صحيح. الآن حسب وجهة نظري يعني هي بين مطرقة معالجة الخلل القديم وسندان سندان اللحاق بركب المشاريع ورؤية 2030. ترى في ملفات كثيرة معقدة يجري العمل على حلها الآن إن شاء الله بإذن الله بالتعاون مع الأخوان في هيئة الطيران المدني، ونحن معها قلبا وقالبا كمنسوبين في هذا القطاع في مساندتها والوقوف معها باللي نقدر عليه. ممتاز. طبعا تحدثنا قبل شوي عن السياحة في ظل جائحة كورونا وانفتاح أيضا يعني أو فتح من جديد المجال الجوي للرحلات. تأثير هذه الأزمة، أزمة كورونا، على الطيران في المملكة العربية السعودية وكذلك على مستوى العالم، مؤكد أنه يعني لديكم رصد معين بحكم اهتمامكم بهذا المجال. ما في شك، أنا قلت لك قبل شوي، قلت سابقا في تويتر أن شركات الطيران في الشرق الأوسط بتكون الأسرع في التعافي. رغم أنه على فكرة لا يمكن أنها تتضح الصورة الكاملة لمستقبل صناعة الطيران مهما كانت خبرة الشخص اللي أمامك قبل ما ينتج لقاح ناجح ومعتمد دوليا، لأنه ما عدا ذلك تعتبر مجرد تحليلات وآراء وتوقعات شخصية، حتى لو استندت إلى أرقام أو إلى مقالات صحفية أو شيء من القبيل هذا. لأنه دائما المعروف أنه سبب الخسائر دائما يجي خارج عن الإرادة العلمية والمعرفة البحثية. إحنا يعني أنا أقول لك يا بكل أمانة، المعطيات التحليلات تقول أنه في حال وجود لقاح ناجح بتكون شركات الطيران في الشرق الأوسط بتتعافى بشكل أسرع، لأنه الطيران في الشرق الأوسط أو في الشرق الأوسط بيكون هو المحور المرور ما بين الشرق والغرب. صحيح. مثل طيران السعودية والأمارات والاتحاد وغيرها، طبعا مع بعض الاستثناءات لبعض الدول اللي واجهت أزمة كورونا بتخبطات دافعها سياسية. لكن الحقيقة أنه كما قلت لك سابقا الاستثمار المدروس في قطاع الطيران شبيه بالاستثمار في شركة أبل نهاية السبعينات. ممتاز. طبعا مع الكثير جدا جدا أخي عبد الرحمن من المخاطر. طبعا أكيد. تحتاج إلى مستثمر جريء جدا في عدة مجالات متعلقة بالطيران، على رأس الطيران الخاص والنقل العمودي والخدمات اللوجستية. بيكون له طبعا السبق، وأنا متأكد من ذلك، والحصة الأكبر في الاستحواذ على مكامن الثروة الجوية اللي دائما أقول إنه اكتشافها لا يقل أهمية عن اكتشاف مكامن الثروة الأرضية. طبعا صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية قاعد يخطو خطوات كبيرة جدا ليعني مواكبة هذه الرؤية وتحقيق يعني أسسها بكل المجالات. عن يعني تأسيس صندوق الاستثمارات لشركة الطائرات المروحية واستخدامها في السياحة والأعمال، إضافة إلى المشروع الضخم في مشروع نيوم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والتوجه لصناعة الطيران بالعالم لهذا النوع من الوقود، بدي نتكلم عن هذه يعني الاستراتيجية العامة للمملكة العربية السعودية، وانت تتحدث عن هذه الرؤية الكبيرة اللي لها متطلبات وكذلك لها أسس قاعدة تتحقق الآن قاعدين نشوفها، ويعني أكيد نتائجها إن شاء الله حتكون في المستقبل ليست في الحاضر. خلينا نتكلم أول شيء عن مشروع اليوم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوجه الصناعة في هذا المجال. مجالات الطاقة المتجددة بكل حقولها أخوي عبد الرحمن يعني هي منافس قادم لمصادر الطاقة التقليدية، سواء فحم، نفط، طاقة نووية، أيا كانت. السعودية لها طموحات كبيرة ترى على فكرة، أعلنت عنها في
اقتحام مراتب متقدمه في مصادر الطاقه المتجدده، الطيران وابحاث اخوي عبد الرحمن ودراساته كلها متفقه على انه النقل الجوي بيعتمد بشكل تقريبا شبه كل عام الى عام 2035 ميلاديه على مصدر الطاقه التقليديه. انا كفهد ارى انه زدها 10 سنين قدام، هذه رؤيتي انا الشخصيه او قراءتي للواقع، اللي هي طبعا من مشتقات البترول سواء بنزين او جت فيول. لكن في المقابل الان تجري ابحاث وتجارب على تسيير طائرات ومروحيات على مصادر طاقه متجدده اخرى اللي هو الهيدروجين الاخضر، يثير شهيه رواد الصناعه على تغيير خطوط انتاجهم وطريقتها واعتمادهم عليه، اعتمادهم على هذا النوع من الطاقه. وهذا ترى على فكره يعني بيصعب المهمه على 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 يعني اتجاهات او مسارات في الطيران كثيره. الاهم هو ان تكون السعوديه خاضت المجال وتبوأت مكانتها وتصدرت سواء طاقه تقليديه او متجدده. اما عن تاسيس صندوق الاستثمارات العامه كقطاعات مروحيه، الشركه تم اقرارها وتاسيسها وتملك سطول صغير، لكن التطور اللي حصل وهو توقيع اضافه اعتقد انه 10 مروحيات لاسطولها، وهذه انا اعتبرها يعني خطوه اولى في فتح المجال هذا النطاق الرمادي المهمل. انا ابارك لهم بصراحه من كل قلبي هذا التوقيع واشد على ايدينهم وادعوهم ايضا للتوسع والانتشار والايمان باهميه الشيء اللي يقومون فيه، لانه هذا الشيء يعني هم يعملون لاجيال قادمه وليس فقط لحدثنا اليوم. جميل، نبغى نسمع منك حقيقة تعليق، يعني طمعانين بهذا الحديث الجميل والرائع عن يعني قرار هيئة الطيران المدني السعودي بالموافقة على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستخدام أجواء المملكة لبعض الرحلات القادمة والخارجة من الإمارات. هو أخي عبد الرحمن لا شك قرار سيادي يمثل الدولة، الهيئة جهة تنفيذية تنظيمية لتنفيذ هذا القرار فقط، وهي المعنية على فكرة بإعلانه. أما طبيعة الرحلات وخطوط الطيران المنتفعة منه فهو قرار مثل ما قلت لك يخضع للسيادة الجوية للدولة، وكأي قرار سيادي ترى دورنا احنا كمواطنين ومسؤولين أنه ننفذه وندعمه على أكمل وجه، والإيمان دائما بصحته كليا، لما يعني الشيء اللي بتشوفه الدولة في صالح المواطن بتسويه، يعني هذا ما في شك فيه. طبعا. طيب خلنا نختم معك في بهذا المحور. بعض الدول تستخدم يعني ولها تاريخ حقيقة في تجاوزات والاعتداءات على الطائرات المدنية لأغراض سياسية، مثل تعمد استهداف طائرة مدنية لدولة أخرى أو إقحام طائراتها المدنية في مناطق الصراع. في أخلاقيات معينة للطيران المدني، كيف يتم التعامل مع مثل هذه الحالات دوليا؟ أنظمة الطيران الدولي والاتفاقيات الدولية لحماية سلامة الأجواء دائما أمر مهم ولا يسمح بتجاوزه، هذه قاعدة ثابتة. وقد يعرض الدولة أو الشركة المتجاوزة إلى عقوبات دولية، ومن ثم تدخل في مشاكل تعويضات وملايين وفلوس وقضايا. الطيران يعتبر طبعا أحد أهم وأخطر القطاعات المستهدفة، يعني هذا شيء تسبب عمليات الإرهاب من أضرار جسيمة، يعني سواء في العدد أو في التكلفة. لذلك عمليات خطف الطائرات أو استهدافها بالصواريخ وتهديدها بالطيران الحربي أو حتى اختراق أنظمة التقنية. لذلك دائما تسعى الأنظمة الإرهابية والمنظمات الإجرامية إلى استهداف وتهديد سلامتها بسلوكيات خطيرة وغير سوية. للأسف أنه تجاوزت بعض الدول واستهترت بأهمية سلامة الأجواء، وحدث هذه منها كوارث كثيرة مؤلمة، آخرها النظام الإيراني اللي استهدف الطائرة الإيرانية وتسبب على نفسه بالمساءلة ومطالبات التعويض، وانسحبت دول كثيرة من استخدام أجواءها. أخطر ما يهدد دائما سلامة الأجواء الدولية هو الإرهاب والأنظمة الداعمة له مثل إيران. هنا يأتي دور المجتمع الدولي للضغط عليه ومحاسبته وعدم مجاملته في هذا الشأن. يعني بشكل شبه يومي تستهدف ميليشيات الإرهابية المطارات المدنية جنوب المملكة، ما يخالف هذا الشيء للقوانين الأممية وقواعد الاشتباك. لذلك أنا أقول أنه أخطر ما يهدد الأمن والسلم العالمي هو وجود أنظمة مثل هذه الأنظمة الإجرامية، لا تلتزم لا بقواعد ولا قوانين ولا تعير لها بال أبدا.
طيب احنا حقيقة استمتعنا، كانت مادة جميلة ورائقة بكل أمانة، ولو انه الله الموضوع يعافيك يعني الله يخليك. حقيقة انه صعب وأحيانا يكون جاف وجامد، حقيقة يعني موضوع الطيران سمو الأمير دائما، وأنت تعرف هذا الأمر، فيه مصطلحات وفيه يعني أبعاد يعني تعتبر فعلا جادة وجافة، تتعب المخ شوي أحيانا بسبب التركيز. لكن أنت حقيقة بخبرتك وبحديثك الجميل وسلاسة أيضا طرحك سهلت لنا الموضوع بشكل كبير، وأرجو أن يكون ذلك أيضا للمستمعين الكرام في إذاعة الرياض. شاكرين لك هذه الدقائق وهذه المعلومات الثرية والثمينة التي أوردتها في حديثك. الله يحفظكم ويحفظك إن شاء الله. شكرا شكرا لك في النهاية، وأتمنى أني أنا قدمت شيء مفيد ما قصرت في هذا البرنامج، والشكر موصول للكادر اللي في الإعداد كلهم من المخرج إلى المعد إليك أنت شخصيا. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مشعل بن سعود رئيس مجلس إدارة جمعية الطيران السعودي، متحدثا عن هذه المحاور والأسئلة في صناعة الطيران أزمات وفرص. شكرا لكم، مقدما من بندر الهاجري وعبد العزيز الجبر وعبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. حلقة قادمة جديدة تجمعنا بكم في أبعاد.